مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة الحياة وبرنامج طبيب الحياة، وفقرة جديدة ومتميزة من برنامجكم برنامج طبيب الحياة. النهاردة هنتكلم عن العيون. لا شك أن العيون من أفضل نعم الله على الإنسان. أي تأثر فيها بيشكل أزمة نفسية كبيرة جدا، وبالتالي الأزمة النفسية دي بتيجي لأن الإنسان مبقاش قادر يمارس حياته بشكل طبيعي. في ناس كتير بتيجي تشتكي أنا مش قادر أسوق عربيتي، أنا مش قادر أتحرك أقوم باحتياجاتي اليومية، وبالتالي من هنا جت أهمية العيون وأهمية علاجها بسرعة جدا إذا تأثرت بأي حاجة. النهاردة هنتكلم عن المية البيضة، إزاي نقدر نعالجها، إزاي نقدر نكتشفها، وإزاي العلاج بتاعها تطور بشكل كبير. بالإضافة هنتكلم عن الحول عند الأطفال. كتير من الأمهات بتهمل الموضوع ده، إحنا عاوزين نبدأ نتحرك مباشرة على الطبيب عشان نقدر نعرف إزاي نقدر نعالج الحول وإزاي الأمور ما تتطورش أكتر. النهارده هيكلمنا وضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو اللي انا بعتز بيه جدا وبتشرف وبفتخر بان انا اكون موجود معاه في برنامج طبيب الحياه، والاستاذ الدكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحه العيون بكليه الطب جامعه الازهر، دكتوراه طب وجراحه العيون، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، استشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر، استشاري تصحيح الابصار والليزر. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك، منورنا في الاستوديو. اهلا بحضرتك، اهلا بالساده المشاهدين. في البدايه دكتور عاوزين نعرف ايه هي الميه البيضاء. هو لفظ واسع ودارج جدا، الناس عايزه تعرف ايه هي الميه البيضاء وازاي تبدا تحس ان في ميه بيضاء. في ناس كتير بتهمل كتير قوي، وايه انواعها؟ هو حضرتك احنا عايزين نتكلم عن الميه البيضاء بس مش بشكل تقليدي قوي، عايزين نتكلم بشكل الناس يهتموا بيه النهارده شويه. العدسه بتاعه العين، احنا عيننا كلنا عندنا عدسه داخليه، العدسه دي هي جزء من الاجزاء اللي في العين المسؤوله عن تسليط الصوره على الشبكيه بشكل واضح وصريح. اذا كانت العدسه فيها اي خربشه او اي عتمات هي دي الميه البيضاء، فتبدا الصوره تبان مش واضحه لان العدسه اللي مسؤوله عن تركيز الصوره، العدسه بقى فيها تشويش. يعني اول الاعراض ان هو بيبتدي يحس ان الصوره بتاعته مش واضحه، سواء بقى كانت الصوره مش واضحه دي زغلله من الاضاءه، او كانت الصوره الالوان باهته، او كانت الحاجات البعيده مش واضحه، الحاجات القريبه مش واضحه، في عنده مشكله في نظره الطبيعي اللي هو متعود عليه طول عمره، وبدا يبقى النظر في العين دي غير العين دي. في اي سن يا دكتور محمد؟ في اي سن. ان في ميه بيضاء بتولد بيها اطفال، وفي ميه بيضاء بتيجي في الشباب، في ميه بيضاء بتيجي مع كسر نظر شديد، وتيجي مع السكر ومع الكبار كمان. فاول ما نحس بتغيير في النظر هو ده المايه البيضاء. في علامه مهمه قوي المايه البيضاء الناس ما بتبقاش واخده بالها منها، ان هو يقول لك كل شويه غير النضاره والنضاره مش مريحاني، كل شويه كل شهرين ثلاثه اروح اعمل نضاره ويطلع المقاس مش مظبوط. دي علامه من علامات المايه البيضاء على فكره. الناس كتير بتعمل اول علامات المايه البيضاء عندها المشكله دي وبتجيلي وبتلف كتير قوي مش عارفين ان هي دي المشكله. المايه البيضاء في بدايتها بتغير مقاس النضاره بصفه مستمره. حاجه مهمه كمان جدا، الانسان اللي بيشتغل في حاجات فيها تركيز قوي في الفوكس زي بتوع المونتاج، زي بتوع المهندسين والرسامين، الحاجات اللي فيها خطوط ده لو الفوكس عنده اتلخبطت دي ميه بيضاء في بدايتها. معنى ايه الفوكس اتلخبط؟ يعني يبقى شايف الخط اتنين او مش شايف الخطين فارقين عن بعض، شايف الخطوط لازقه في بعض شويه، دي ميه بيضاء. شايف كمان بالليل وهو سايق كشافات العربيات فيها هالات طالع من الكشاف دوائر او طالع منه خطوط. عارف يا دكتور محمد الحاجات دي الناس بتشتكي منها كتير جدا وبتهملها خالص، مش واخد باله ان ده ميه بيضاء. دي اهم حاجه ان احنا نعرف اي علامه من دي اتوجه للطبيب على طول. بالظبط، يشوف كشافات العربيات يقول الستوب الاحمر بتاع العربيه يحس ان هم الكشافين داخلين في بعض، الحاجات دي ميه بيضاء كلها. مش لازم الميه البيضاء ان انا ابقى مش شايف، او الميه البيضاء بتاعه زمان يقول لك استوت او العين شايف خيال ايده، لا ده الكلام ده كان زمان قوي. احنا دلوقتي الميه البيضاء في بدايتها بتتعالج بطريقه سهله جدا بالفيمتو ليزر وبتجيب نتيجه هائله جدا. تمام، يشرح لنا الموضوع. الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي هيبين ان الفيمتو ليزر بيعمل العمليه من الالف للياء بدون مشرط، مفيش مشرط جراحي خالص في العمليه. معانا الفيديو دكتور لو حضرتك حابب تعلق. فشوف حضرتك في الفيديو هيبين ان مفيش مشرط جراحي، ده معناه ان مفيش فرصه ان يحصل تلوث للعين، ده معناه ان مفيش فرصه ان الانسجه يحصل فيها التهابات شديده بعد العمليه، ده معناه ان الانسان بعد العمليه بيمارس حياته في خلال ساعات، ده معناه ان الانسان مش مغطي عينه لفتره طويله، ده معناه ان النتائج مضمونه بنسبه 100%. يعني بيجي يعمل عمليه وبيروح على طول، وبيروح على طول وبنج موضعي او بنج سطحي ويقدر يمارس حياته في نفس اليوم، مفيش اي مشكله خالص، بيستمر على قطراته بعد كده بس. ليه بنتكلم النهارده على الفيمتو ميه بيضاء؟ الفيمتو ميه بيضاء مهم، مش رفاهيه ولا حاجه جديده موضه ولا حاجه، لا. الفيمتو ميه بيضاء حل مشاكل كتير جدا في عمليات الميه بيضاء كانت موجوده وكانت عامله سمعه سيئه عند الناس قبل كده. يقول لك ده انا جاري عمل ميه بيضاء وعينه باظت، او فلان عملها مش عارف في مستشفى ايه وما شافش بيها، انا خايف يا دكتور سيب لي شويه النظر اللي بشوف بيهم. الفيمتو ليزر النهارده ده لما بيعمل بيه المايه البيضاء مفيش اي مخاطره، مفيش اي فرصه ان يحصل له مشاكل. وده مهم قوي للعيانين اللي عندهم سكر كمان، لان مريض السكر بيبقى يهمنا ان ما يبقاش عنده جرح، ما يبقاش عنده التهابات بعد العمليه، ما يبقاش عنده عمليه فترتها طويله. طب عيان دلوقتي عنده السكر والسكر بيقلق، ده في كتير جدا يقول لك ده انا عندي السكر انا ما اقدرش اعمل عمليه. بالظبط،
ده هنا بالعكس احنا هنا بنقول ده من طبعا كلام قديم برضو، الناس خلاص لازم تفكر بشكل والماء البيضة استوت الماء البيضة استوت واستنى عشان السكر غلط انك تيجي جنب عينيه ومحدش يلعب في عينه، والكلام ده قديم جدا وهيحس بالكلام ده وهيفهمه معانا قوي دلوقتي الناس اللي عملت عمليات في عين وحصل لها لا قدر الله مشكله ولا حاجه. معانا فيديو كمان للدكتور محمد وخايف يقرب منها. لا احنا بنطمنه النهارده نقول له الماء البيضاء النهارده حلها بقى اسهل بكتير، وكل ما تعملها بدري كل ما كانت النتيجه احسن وكل ما كان نظرك ممتاز. طب لو انا اتاخرت؟ لو اتاخرت بتبقى فرصتك في الليزر اقل، كل ما تتاخر كل ما تبقى انت بعدت عن الفرصه الاحدث وهو الفيمتو ليزر. زي ما حضرتك بتقول نتوجه على طول، العمليات بقت بسيطه جدا في يوم واحد ويروح في نفس هو اصلا عمليه ويقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. العمليه بتاخد دقائق على فكره، العمليه بتاخد دقائق ولكن هو يقدر بعد ساعتين ثلاثه يبقى عينه مش مغطيها وشايف حياته طبيعيه وممتازه. معانا فيديو يا دكتور لو حضرتك حابب توضح لنا الفيديو. احنا عايزين كمان نتكلم على حاجات مهمه قوي قبل على ما الفيديو يجي. نوعيه العدسات فيديو على الشاشه تمام. شوف حضرتك هتلاحظ الموضوع كله ببنج سطحي، هو ده طبعا احنا جايبينه بشكل انيميشن عشان خاطر العمليات الحقيقيه بتبقى شكلها بتبقى الناس شويه بالظبط، ولكن ده شكل توضيحي ان الموضوع كله بيشتغل العمليه من جزء اقل من 2 مللي يعني 1.5 مللي تقريبا، بيتم منه تدويب العدسه وشفطها وحط عدسه بديله. العدسه البديله دي فائدتها حضرتك بقى مهمه جدا لازم نتكلم عنها، لان برضه واخده سمعه سيئه عند الناس. ممكن يا دكتور تعمل لي الميه البيضاء ما تحطليش عدسه؟ هي يا دكتور العدسه دي هحس بيها؟ هي العدسه دي هتشكني؟ انا هغيرها كل شويه؟ انا قريبي عمل عمليه وحط عدسه وعينه باظت من العدسه. كل ده كلام مش معلومات مش حقيقيه خالص. اولا احنا عينينا فيها عدسه زي ما قلنا، والعدسه دي لما بتبوظ هي دي الميه البيضاء، فاحنا بنشيل اللي باظت ونحط مكانها واحده في نفس المكان في نفس الطريقه اللي كانت موجوده فيها قبل كده، فلا فيها احساس ولا فيها وجع ولا فيها مضاعفات ولا بتتغير في العمر ولا مره. تمام كده؟ انواع العدسات كثيره جدا ومنها انواع مش كويسه ورديئه وهي دي اللي كانت بتعمل مشاكل. دلوقتي مش موجوده دي، معنى كده ان العدسات حصل فيها تكتل. هي دي مش موجوده ولا موجوده؟ العدسات اللي احنا بنشتغل بيها لازم تكون عدسات ممتازه، لان الواحد بيحط العدسه دي مره واحده في العمر. تمام. مش هيحطها كل يوم، يعني مش زي العدسات اللاصقه والالوان بتاعه البنات. دي عدسه انا بحطها في عيني تفضل معايا طول العمر. العدسات السيئه السمعه دي حضرتك هي دي اللي احنا دايما يعني بنقول للعيان ما تجريش ورا الاسعار الرخيصه، يعني ما يروحش يقول ده شيء مهم. لا واحد يتصل بالمركز يقول لي الميه البيضاء عندكم بكام؟ يعني ايه الميه البيضاء بكام؟ حضرتك جاي تعمل ميه بيضاء مره في عمرك في عينك المهمه جدا في حياتك هتحط فيها عدسه تفضل بيها مدى الحياه. فاذا كانت العمليه فرق السعر بسيط شويه ولكن العدسه دي اعلى جوده. كل ما تروح حضرتك ناحيه بقى المراكز اللي بيحطوا اعلان في المترو او اعلان في الشارع يقول لك تعالى، عشان كده احنا بنجيب ده حضرتك حد معروف زي حضرتك يا دكتور محمد على قدر كبير من العلم ومعروف اجرى كتير جدا من العمليات دي عشان نعرف الناس ازاي تتوجه وازاي تروح. الموضوع مش موضوع سعر، موضوع بس ممكن الفرق في السعر حتى دكتور محمد مبقاش مش مهول مش مهول لدرجه ان انت تضحي بعينك يعني بالظبط. وبعدين خلي حضرتك برضو احنا المشكله مشاكل العيون بعد العمليات بيبقى حلها صعب جدا، يعني يروح يعمل عمليه رخيصه ويجي يقول لي طب انا مستعد ادفع لك اللي انت عايزه تصلحها لي. ما بيحصلش. وانا بتحرك ما تقدرش ساعتها. ما بيحصلش ساعتها ما بترجعش زي الاول، بنقدر ساعات نصلح بس مش زي الاول. ما بترجعش زي الاول. فلازم نعرف ان الفيمتو مهم جدا، ولازم نعرف ان العدسات انواعها الالماني والامريكي مهم جدا، ولازم نعرف كمان ان في عدسات اسمها متعدده البؤره، دي عدسه العيان يقدر يشوف بيها قريب وبعيد بدون نظاره. ودي بتنفع في بعض الحالات وبعض الحالات ما بتبقاش مناسبه ليهم حسب اختيار الطبيب للحاله. نتكلم يا دكتور على التمزق الشبكيه. لفظه برضه دارج جدا وبيحصل، عاوزين نعرف ايه هو اسبابه وايه اهم طرق العلاج. شوف حضرتك برضو انتشرت الكلمه دي قوي والناس عرفوها بسبب عمليات سيئه في العين، يعني عمل عمليه مش كويسه في مكان مش كفاءه عاليه، او حد استخدم الفيمتو وهو مش مدرب قوي عليه فحصل له بدل ما يبقى ضلع من العمليه عمل عمليه ميه بيضاء فيها مشكله، لا ده كمان في الشبكيه بقى فيها مشكله. ان الشبكيه يعني زاد الموضوع بس يعني العدسه بقت شبكيه. هو زي ما الناس بتقولها كده، دخلوا في متاهات، طلعوا من مشكله ميه بيضاء دخلوا في مشكله الشبكيه. ومشكله الشبكيه التمزق مهم ان احنا نتكلم عنه، لان ده معناه ان الشبكيه حصل فيها قطع، وقطع الشبكيه بيأثر على جزء من مجال الرؤيه. يعني الانسان يبقى في جزء مش شايفه من مجال الرؤيه. نقدر نلحقه في الاول، نقدر نعمل له ليزر نلحمه تاني الجزء اللي قطع ده، ولكن كل ما نعمل عمليه في وقت اقل بامكانيات اعلى كل ما كان النتائج هايله، لا انا بضر القرنيه ولا بضر الشبكيه، لان في ناس بيسمعونا دلوقتي وعارفين ان جاره عمل ميه بيضاء واحتاج زرع قرنيه بعدها. ودي من مشاكل الميه البيضاء السيئه السمعه اللي بتتعمل بالطرق التقليديه او في الاسعار في اماكن غير موثوق غير موثوق. احنا معانا صور عن الشبكيه يا دكتور برضو لو حضرتك تحب تعلق عليها. احنا هنتكلم هنا بقى كمان على ارتشاحات الشبكيه اللي مع السكر
ودي حساسه قوي 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 مع الناس اللي عندهم ميه بيضاء. فاللي عنده ميه بيضاء وعنده رشحه في الشبكيه بالشكل ده، دي اشعه اسمها او سي تي. الاسمر اللي في النص ده بيبقى ايه يا دكتور؟ الاو سي تي بيبين مركز الابصار في الشبكيه، ومركز الابصار ده المفروض يكون جزء منخفض ما يبقاش مرتفع كده. الجزء اللي مرتفع في النص ده تكيس مائي موجود في مركز الابصار عند الناس اللي عندهم سكر. وفي صوره كمان يا دكتور، وده باين على سطحه تليف زي ما حضرتك شايف الخط الابيض اللي فوق سطح الشبكيه ده تليفات. ما ينفعش في حاله زي كده ان احنا نيجي نقول للعيان تعالى حقن. انا بيجي لي حضرتك ناس في العياده حقنين 14 مره. تخيل حضرتك يعني الحقن ده مره اثنين ثلاثه بالكثير. الحقن يضرهم 14 مره حقن حضرتك بيعمل تليف. الحقن نفسه لما بتزوده بيزود نسبه التليف في الشبكيه، ابيض بايع الرشح ويزود التليف، يدخله في مشكله ثانيه خالص. وفي صوره كمان يا دكتور، في الحالات اللي زي كده شوف حضرتك لما التكيس اللي في النص لما اتحقن حصل فيه ثقب، يعني التكيس الكيس ده فتح وبدا فيه ثقب في مركز الابصار. ده معناه ان الانسان لما يجي يبص لحضرتك او يبص لاي وش يقول لك مش شايف الملامح. عارف ان واحد جاي عليا بس ملامح وشه مش باينه، يعني اتطور الموضوع من ضعف ابصار لان انا حتى مش قادر احدد الملامح. كان الاول عنده ضعف، بعدين بقى عنده زغلله، بعد كده يشوف الخطوط معرجه، بعد كده يقول لك الوشوش مش شايفه. في صوره كمان، انا عارف ان في اتنين داخلين بس مش عارف هم مين. مش عارف هم مين. في صوره كمان يا دكتور، ده المنظر الطبيعي بقى، ده شكل مركز الابصار الطبيعي. الجزء منخفض في النص والشبكيه مفيش على سطحها تليفات، وده الطبيعي بتاعه. تمام. لو رجعنا للصوره اللي قبلها حضرتك هتشوف الفرق جدا ما بين الجزء اللي في النص ده موجود والتاني هتلاقي فيه جزء ناقص في النص. الصوره اللي قبلها اهي، هتلاقي حضرتك اهو الشد على سطح الشبكيه، في شد وفي تليفات على سطح الشبكيه، ده نتيجه حقن كتير ونتيجه سكر. بعد كده لو زاد الحقن هتلاقي الجزء اللي في النص فتح وعمل ثقب في مركز. هنا بنعمل ايه طب يا دكتور؟ هنا هل ممكن نلاقي حل؟ هو ده بقى المهم اللي احنا عايزين نقول عليه، ان احنا في جهاز جديد دلوقتي بيشتغل بامكانيات عاليه جدا وبدون تدخل جراحي، ده يعتبر ليزر 100%، ووقت العمليه بعد ما كان ساعتين وثلاثه بقى ثلث ساعه بس، وتقدر تعمله اللي هو الليزر 23 و25 و27. وقلنا مع حضرتك قبل كده في حلقه سابقه وعايزين ناكد عليه تاني، الليزر ده نتائجه هايله جدا، مفيش تدخل جراحي بمعنى ان العين مش محتاجه خياطه ولا محتاجه، ولان ده عيان سكر، فدي نقطه مهمه جدا. ده معناه ان الانسان بعد ما كان بيقعد شهر قافل عينه ومرتاح في بيته دلوقتي يقدر يرجع شغله بعد يومين ثلاثه عادي جدا. تقدم مذهل، ده تقدم مذهل. والشبكيه عقده كبيره جدا عند كتير من الناس وخصوصا مرضى السكر. هي ما بقتش عقده بقى يا دكتور محمد، خلاص كانت بعد التقدم ده مع 23 25 27 ده ليزر ادق من ابره الانسولين، يعني الليزر ده رفيع جدا بيقدر يعمل عمليات الشبكيه كلها بدقه متناهيه، واحنا شغالين بيه بقالنا فتره طويله. تمام. نتنقل يا دكتور لمشكله الحول عند الاطفال، ودي مشكله دارجه جدا وبتحصل كتير قوي، بيتاخروا في اكتشافها. ازاي الام والاب يبداوا يكتشفوا ان في حول، وايه اهم اسباب الحول؟ يعني ليه في موجود طفل مولود عنده حول؟ في نقطه مهمه في الاول حضرتك قلتها مهمه جدا، ازاي يكتشفه؟ هو المفروض ان الحول ده انت بتشوف الواحد احول بتقول عليه احول. مهم قوي بقى في جزء من الحول ما حدش بيكتشفه غير الدكتور، والام بتعاني منه معاناه طويله جدا ومش عارفه انه حول. الكلام ده باكد عليه في كل برنامج نتكلم فيه عن الحول. زي الصوره دي يا دكتور، حضرتك ده حول، بس ده حول ده انسان احول، ده حول يعني ده قبل العمليه ودي بعد العمليه، ده واحد احول عمل عمليه. ممكن يا دكتور ده بعد العمليه؟ ده بعد العمليه، واخد بالك ده قبل وده بعد. يعني سهل، يعني حاجه جميله جدا طبيعي ونتائج هايله جدا. احنا عايزين نتكلم بس في حته مهمه كمان، شوف حضرتك اهو ده برضو اليمين، الصوره دي هو احول وهنا بعد العمليه. حضرتك عايز تركز على احساس الام ازاي؟ ده اهم حاجه في الموضوع. مشكله كبيره جدا حضرتك ان الطفل عمال بيلعب وبيجري ويتكعبل كل شويه والام مش عارفه ان ده حول. الطفل طالع السلم ويجي في اخر السلمه يقوم واقع، ده نوع من الحول. تخيل حضرتك بقى الطفل لما يجي يكتب في المدرسه يمشي على السطر ويجي في اخر السطر يميل، ده حول. ده حول. ايه اهم طرق العلاج بقى؟ الطفل يجي مثلا يقول لها انا شفت على السبوره حاجات وفي حاجات ما عرفش انقلها، عينه بتزغلل بتجيب يعني الصوره. يعني معنى كده اي تغير في قدره الطفل على النظر لازم الام ده حضرتك ده بيجي على امهات بيكشفوا مخه واعصابه يبقوا كاشفين عند العظام وكاشفين. ايه اهم طرق العلاج يا دكتور؟ عشان طرق العلاج دلوقتي احنا لو الحول ده مع ضعف النظر، احنا النهارده بنقدر في انواع كبيره جدا زي طول النظر والاستجماتيزم عند الاطفال بنقدر نصلحهم، فلا يحتاج نظاره ولا يحصل له كسل ولا يحتاج غطا للعين. حضرتك احنا في صور معانا برده الاطفال مغطيين عين وعين، حكايه ان نغطي عين ونكشف عين الحركه دي احنا بطلناها تماما لانها بتعمل كسل في العين اللي انا بغطيها. انا باجي اعالج كسل في الثانيه باجي اعمل كسل في الاولانيه. فدلوقتي احنا بنقدر بالفيمتو ليزر. الصوره ايه يا دكتور اللي حضرتك؟ شوف حضرتك الكلام ده بطلناه خالص، ده قديم جدا القصه دي. المعلومات الخاطئه في الحول عشان وقت البرنامج، اول معلومه ان الطفل استنى لما يوصل لسن 12 سنه عشان عمليه، دي معلومه غلط. دلوقتي احنا بنعمل له الحول ان شاء الله يكون عنده 7 شهور 8 شهور. المعلومه الثانيه ما تصلحلوش نظر ويلبس نظاره لحد سن ال 17، لا حضرتك لو عنده طول نظر مسبب حول
او عنده استجماتيزم مسبب له اعاقه في المذاكره او في الحركه بنعمل له فيمتو ليزر في اي سن بنشوفه. للاسف للاسف يا دكتور وقت حلقتنا وحضرتك بتوعدنا ان احنا نتقابل تاني عن الحول, عن الحول بالذات بالظبط. وبكده خلصت فقرتنا اللي اتكلمنا فيها عن الميه البيضاء وازاي اتطورت وعلاج الحول عند الاطفال, وكان ضيفنا اللي مشرفنا وبنتمنى انه يشرفنا دايما الاستاذ الدكتور محمد لاشين استشاري طب وجراحه العيون بكليه طب جامعه الازهر, دكتوراه طب وجراحه العيون, زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا, واستشاري الشبكيه والجسم الزجاجي والليزر, استشاري تصحيح الابصار والليزك. ونشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا يا دكتور احمد, تعبناكم معانا. وبكده بتكون انتهت فقرتنا, استنونا فقرات جديده ومتميزه كل يوم من السبت للخميس من الساعه 2 ل 3 الظهر, والإعادة الساعة 1:07 صباحا, ومستنيين استفساراتكم على صفحتنا على الفيسبوك بنكون سعداء بيها جدا. إلى أن نلقاكم دمتم في رعاية الله.